كل ساعة يسألونك كيف بدك إياني موتك، أعطيني جواب بتاعي. والضابط عم يمشي وراه يقول لك أن هنتو الإرهابيين، شو فكر مصيرك راح يكون لك. بصوت عال يصرخ هذا الشاب السوري معلنا نجاحه بالوصول إلى جامعة جورج تاون العريقة. عمر الشغري أحد صور المأساة السورية التي تبين ظلم الأخ القريب وعظمة الإنجاز والاعتماد على النفس بنفس الوقت. خرج عمر من سوريا مطاردا هاربا من موت محقق، ووصل إلى بلاد بعيدة ليتقن لغتين خلال وقت قياسي وينجح بحياته أيما نجاح. ولد الشغري في مدينة بنياس الساحلية السورية عام 1996. نشأ الصبي الصغير وسط عائلة سورية من الطبقة المتوسطة. في عام 2011 اشتعلت الاحتجاجات بالبلاد، فشارك الصبي بالمظاهرات وتم اعتقاله. تم اعتقالي 7 مرات. لما بفكر فيها احيانا بقول شو عمري انا 100 سنة حتى يلحقوا يعتقلوني 7 مرات. اول مرة كانت ب 12/4/2011، يعني بعد 28 يوم من بداية الثورة. ابوي وسائل الموتور وصلني على المظاهرة، قبل ما يتركني قال لي لا تموتها. بعدين اعتقلوني. كم عمرك؟ كان عمري 15 سنة. اعتقلوني وبلش القتل. يعني انا اول مرة يعني بتنشلع اظافري، ما بس عم يشلعوا لك اظافرك، وانما عم يجبروك، عم يضربوك على وشك بدك تتطلع. فمجبر انا اتطلع وهن عم يبيعوا لي اظافري هيك بكل قلب بارد، وهن عم يضحكوا. يعني يجي كل ساعة يسألوني كيف بدك اياني موتك، اعطيني جواب بتاعي. والضابط عم يمشي وراه يقول لك ان هنتو الارهابيين، شو فكر مصيرك راح يكون لك. بعدين هيك صار هدوء هدوء. لقب وقتها لقم، انا ما كنت بعرف كان في شخص وراي. اسمع كل هل يعني الروسيات وراك كله عم يتلقم نفس الوقت. سدد، عم يقول بطريقه رسميه جدا يعني. نار بوم. بعدين عرفت انه والدتي يلي نجت من مجزرة البيضة اللي مات فيها والدي واخواتي دفعت 20,000 دولار. قلت لهم كيف طالعوني من السجن؟ فقال لي تذكر شو عملوا لما فاتوا على الغرفة؟ قلت له ايه، قتلوا رفيقي. قال لي رفيقك امه كمان دافع حتى يطلع، فكانوا راح يطالعوه. قتلنا رفيقك وعطيناه اسمك، سجلنا رفيقك ميت مع اسمك، وانت كان يوم اعدامك فطالعناك. هيك انا تهربت من السجن، سجن سيدنا السندول الاسود. بعد خروج عمر قرر ترك وطنه ليهاجر الى السويد برحلة لجوء خطرة. لم تغادر صور زملائه بالسجن واصوات التعذيب مخيلته رغم هدوء السويد وجمالها. قرر الشاب تحويل المأساة التي تعرض لها لدافع يجعله أقوى، وأراد أن يكون صوتا لهؤلاء المعذبين الذين تركهم خلفه وراء قضبان الاعتقال. فتعلم اللغة الإنجليزية والسويدية بفترة قياسية وبدأ الظهور على الإعلام. I 16 november 2012 kom säkerhetspolis och tagit mig och mina kusiner, två killar och en tjej. لغة الشاب السوري وشخصيته جعلت منه متحدثا دائما عن مأساة المعتقلين في السجون السورية. As I'm talking to you right now, children are dying. They face constant bombardment. Schools, hospitals and bakeries have all been targeted. All day, every day, civilians live in fear of the horror of the regime, Russia and Iran. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن جهود عمر ستوصل أصوات المعتقلين فعلا للمجتمع الدولي؟ إيكو عربي.